تأملوا معي فيما سأقول. أمران يحدثان في الجنة عجيبان. أما الأمر الأول فإن أهل الجنة عندما يدخلون فيرون قصورهم وجنانهم وأزواجهم وقد اجتمعوا بأهلهم وأحبابهم كما وعد الله عندما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. عندما يجتمعون فيكونون في قمة الفرح وقمة السعادة وقمة الأنس مع أحباب وأقران يخافون أن تفقد هذه النعمة، لأنهم تعودوا في الدنيا أن كل نعمة يملكونها فقدوها، هذه نعم الدنيا، لكن هناك نعم لا تفقد. ولذلك الله عز وجل ليطمن قلوبهم ماذا يعمل؟ يؤتى بكبش عظيم فيقال يا أهل الجنة، فيرفعون رؤوسهم فيقال لهم أتعلمون ما هذا؟ قالوا إنه الموت، يعرفون أنه الموت. نعم هذا الموت عرفناه، أتي عليه بصورة كبش، فيذبح الموت ثم يقال لهم خلود فلا موت ونعيمكم لا ينفذ أبدا، فتأتي الطمأنينة للروح. هذا هو النعيم، هذا معنى قول الله راضية مرضية، أن نعطيك راضية مرضية يرضيك ثم بعد ذلك يزيدك من فضله، لأن الله عز وجل يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فبعد أن يطمئنون أن ملكهم لا يمكن أن يذهب وأنهم أصبحوا خالدين مخلدين، فهذا الذي رأوه كله هو متاع أجسادهم، بقي متاع الروح. ما الذي يحدث؟ ينادون من السماء يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لن تخلفوه. فيقولون ماذا يريد منا ربنا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة؟ فيقال لهم إن لكم عند الله موعد فاركبوا النجائب. فتأتيهم خيول على شكل طيور فيركبون على ظهورها فتذهب بهم إلى واد عظيم اسمه الواد الأفيح. فإذا دخلوا فإذا منابر من النور ومنابر من الذهب ومنابر من الياقوت ومنابر من اللؤلؤ، ويجلسون كل على منزلته، هو لا يختار مكانه، إنما مقامه عند الله على يجلس على المنبر المناسب له، وأقل من في الجنة يجلس على كثبان المسك، وكلهم لا يرى أن فيهم قليل. فبينما هم في مجلسهم يتسامرون يتكلمون يتحدثون إذا بنور عظيم يغشاهم فيرفعون رؤوسهم ينظرون إلى هذا النور، ما الذي أتى؟ ما هذا النور؟ فإذا به يتكلم السلام عليكم، فيعلمون أنه الله جل جلاله، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله لهم سلوني ماذا تريدون؟ يقول نرضى عنا يا الله. فيقول لولا رضاي ما بلغتم ما بلغتم فسلوني. فيقولون أرنا وجهك الكريم. عندها يأمر الله فينزع الحجاب فيأتيهم من نور وجه الله جل جلاله ما لولا أن الله عصمهم لاحترقوا عن بكرة أبيهم. فيكون هنا الفخر ويكتمل العز، ويأتيهم ما لم يأتي لغيرهم، فلم ير الله لا نبي ولا أحد من الخلق هناك، أنت سترى الله جل جلاله. نسأل الله الكريم من فضله. فيا أيها الإخوة هذه هي الجنة، هذا شيء من وصف الجنة. وإلا